السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الفهم قناة اليوتيوب. النهاردة استكمالا للفيديو السابق، ما كملش معانا، احنا خدناه بالتفصيل عشان كده خد معانا وقت كبير. هنأكد على لحامات او ربط اسلاك ببعض بالاسدير، دي حاجة بسيطة كده يعني عشان أتأكد ان السلك مربوط مع بعض وما يحصلش اي لص او كده. أتأكد الأسلاك متوصلة كويس عشان نبدأ نجمع من أول وجديد. نبدأ نجمع المكرونة، نقفل بحيث إن مفيش حاجة تلمس بعض، كل ملف على حدة. نجمع التلاتة مع بعض بحيث نربطهم بأفيز واحد، بعد كده نبدأ ندككهم في الماسورة بحيث ان هما كده. الافيز التاني كده، افيزين، مجموعة تلات اسلاك مع بعض، والافيز التالت في ملف واحد بحيث ان احنا لو شدينا ما يأثرش معنا حاجة. نتأكد من قياس الاطراف، معنا الاسود مشترك، كده الملف الاولاني 100 يدينا 164 او 161، كان هيدينا اقل منه 110 115. تمام كده الحمد لله، مفيش حاجة موصلة، ملفات سليمة، مفيش حاجة مقطوعة تاني. كده هنبدأ نجمع المروحة من اول وجديد، لكننا بنجمعها اول مرة. نبدأ نلف السلك بس مع بعضه، نبدأ ندكك، منقلقش من دي خالص، احنا لو شلنا الملف كله هيتشال لان احنا رابطينه بأفيس كويس، فمش هنقلق منه. نبدأ نجمع، واحدة واحدة، ساعد بس بنسى كده. جمعنا الاسلاك، نجمعها واحدة واحدة من غير شد جامد عشان ما يقطعش، نشد كل فردة على حدة. الاسود معانا، الاحمر، الازرق، كده تلات اسلاك معانا، الاسود والاحمر والازرق مكان الابيض، كده كل طرف على حده. التجميع برضو فاكر، بس مفيش اي تراب جوه. نبدأ نجمع جزء خير زي كيك السلك، في اماكن ثلاث مسامير عشان كده. جمعنا
نبدأ نجمع المسامير. سمولته برضو بأكد على التأكيد على صيانة الأجهزة الأجزاء من الكيل والمروحة، بالذات مروحة السقف يعني أكثر. مروحة السقف لا قدر الله ممكن تقع تعمل مشاكل كبيرة، ربنا يسترها على نارك. مسمار تثبيت بس في الماسورة في الجنش في السقف، ومسمار تثبيت المروحة. نبدأ بقى نغير الكتلة اللي باظت عشان التثبيت. هنلاقي الأول فيه جلبة مسافة، جلبة المسافة دي أساسية عشان ده بيتحمل على البلية، وفي نفس الوقت بقدر أربط عليها بالصامولة ما تعملش احتكاك، وأضمن إن الصامولة ركبت مكانها. التيلة جديدة اهي، دي التيلة اللي هي بتركب في المشعبية دي لو باينة معانا في التصوير، في هنا مجرى ليها بتنزل فيها. ما تلفش كده، اتجاه تقف مش اي حاجة، بس عشان نركب التيلة التانية برضو اهي، في برضو من نفس المجرى عشان يبقى ليها اتجاه في التركيب. برضو نركبها للسلك البورد الخاص بيها، تنزل في المكان. دي الصامولة نركبها بحيث نأكد على الرباط بتاعها انها ما تلفش. بترد بالايد لغاية الاخر، لكن تأكيد الرباط نضطر ان احنا لازم ناخدها الشاكوش ناتش كده عشان تجيب معانا السن. نضمن انها مش هتتفك تاني. كده طريقة المفك والشكوش اللي هي ضرب بالطريق الناتش دوت، يبقى أشد من أي رباط تاني، لأن مفيش أي طريقة تانية ممكن نرسم بيها الأكس ولا من الداخل ولا من الخارج، لأن لو مسكناه من الخارج هنبوظ السن بتاع الصامولة، فلازم يتدق عليه كده بالطريقة ديت. وبعد كده نبص مع بعض على الصامولة. بص ليها زعانف، الزعانف دي لازم تتني على الأقل خالص رشتين منهم او زعنفتين بس هما اللي يتنوا، بحيث يمسكوا الصامولة ما تلفش معانا. نفحها كده بالمفك، بس طبعا ايه هعملها انا التقيلة بالمفك، وهنكمل المفروض لغاية ما تقفل معانا على الصامولة. فطبعا دي لازم تيجي ده، طبعا هتضرب المفك هندق عليها وهوريها لكم هي وما ايه مقدرش.
كده وضحنا. شفت التيله التانيه على الصاموله ماسكه الصاموله مش هتخليها تفك لوحدها نهائي. عملنا اتنين وبقى اتنين، هنعمل اتنين تانيين. واضح معانا التصوير كده الورد الزعانف كلها اتقفلت على الصاموله بحيث انها ما تلفش خالص. سيبنا واحده بس بحيث يبقى فرق باين، الفرق بين المتثبت ومش متثبت. هما اتنين كفايه بس احنا قلنا نعمل تلاته بحيث يبقى التصوير باين وفاهمين احنا بنعمل ايه ودي وظيفتها ايه بالظبط. التيله القديمه البايظه هنبدلها بالتيله جديده، مسمار مصمت ومعاه تيله عشان ما يتحركش. وهنغير نجيب كاباستور جديد 2.5 مايكروفرات، هنجمع عشان الوقت ما ياخدناش وهنرجع تاني. هنجمع كده الاطراف كده، عندنا 3 اطراف بتوع المروحه الازرق والبنكان الابيض والاسود والاحمر، ومعانا فردتين كهرباء اللي هم الابيض. هناخد فرده من المروحه مع فردة من الكهرباء على طول. الاسود هناخده مع الابيض فردة دايركت لان هو كوما مشترك يعني ما بين الاثنين بين الملفين. والتقويم والتشغيل هناخدهم على الكاباستور زي ما قلنا قيمته 2.5 عشان نختصر في الوقت ان الفيديو قرب يخلص برضو. عشان ده كويس بس نلحمه. نبدأ نلفه كده وبعد كده نديله سنة تسدير بحيث يبقى معانا التوصيل قوي مفيش أي لص يحصل. ممكن يعمل لنا مشكلة. ندي اسدير ونرجع تاني بسرعة. اكل اللحامات بس كده على الكباستور، هنعزله بس كده ونوصل مع بعض. نوصل نجرب كده اطراف كده. اتاكدنا ان المروحه اشتغلت كده. بقى وصلنا لنهايه الفيديو. اشكركم لحسن المتابعه، ارجو ان تكونوا استفدتوا مني. متنسوناش في اللايك والشير. كان معكم احمد فهمي قناه ليدرشيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.